بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، ينطلق شوط جديد من انطلاقاتنا الخاصة باللقاية، حيث نستمر اليوم في هذه الأجواء الرياضية الشحانية التي يجتمع فيها الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا اليوم في هذا السباق المحلي العاشر. وينطلق على البركة شوطنا الثامن ضمن الأشواط الخاصة باللقاية. هذا الشوط خاص بالقعدان، أبدأ مع المراكز الأولى وإعلانها لحضراتكم. هذا هو معاهد اللي يحتل المركز الأول، خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، أحد ضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومبلش يصل بالمركز الثاني، سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري، أحد الضيوف من السعودية. والمركز الثالث الرقم واحد، هذا ممثل الشحانية، ينطلق في هذا التحدي بارود علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت. نشوف العمال إخواني، قدمه لنا مخرجنا علي أبو شارب. هذا هو العمال صاحب أفضل توقيت، صاحب الشوط الرئيسي الأول 6:37، جزء من الثانية أفضل توقيت عند اليوم. هذا قعود طالب بن حمد البطين يسجل أفضل توقيت في صباح هذا اليوم حتى هذا الشوط. شكرا مخرجنا وتهانينا للبطين وماركة العمال اللي قدم في الشوط الرئيسي الأول وهو مؤهل لهذا الشوط. توقفنا عند المركز الثالث، نشوف المركز الرابع، الرقم 12 ينطلق بالمركز الرابع. هذا هو السعر لحمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين مع المركز الرابع. شوف المركز الخامس، هذا الشعار الأسود والأبيض، رقم 12. نشوف اللي يحتل المركز الأول، رقم 29. طبعا واضح للعموم، شعاره واضح للعموم ورقمه واضح، واضح جدا جدا. هنا ينطلق بالمركز الأول شعار بالحول في هذا التحدي. هذا هو النداوي صالح بن حمد بن صالح بالحول المري في المركز الأول. المركز الثاني، بنشوف المركز الثاني، السعر حمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين مع المركز الثاني ينطلق، بينما المركز الثالث، المركز الثالث في هذا التحدي مسير لراشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي، يحتل المركز الثالث، ينطلق بالمركز الثالث. التطوير والقيادة عند بريك بن فرج بن هادي بن هليل. المركز الرابع، الرقم 4 الشارد فهد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري مع رابع المراكز، ويتدخل شعار بن حلفان ليحتل المركز الخامس بوجود مبلش سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري. هذه المراكز الخمسة إخواني المتابعين. الرقم 29 يحتل المركز الأول، على المركز الأول ينطلق في صدارة الشوط، يندفع في هذه الصدارة في مقدمة هذا الشوط، ولكن الموقف خطير، الموقف خطير، الموقف خطير، الموقف خطير في هذه اللحظة يا بالحول. حافظ على هالموقع، حافظ على هالموقع يا أبو صالح. شوف الموقع الأول الرئيسي هنا في هذا هو الموقع المستهدف، وهذه لوحة الكيلومتر الأخير والتدخل والانطلاق من براق سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري. يتدخل وينطلق ممثل للشحانية وأبنائها في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، ينطلق في المركز الأول. المركز الثاني شعار بالحول مع النداوي على المركز الثاني، اندفاعة النداوي صالح بن حمد بن صالح بالحول المري المركز الثالث، شعار بالرويشد يصل بالمركز الثالث،
ويندفع في هذا التحدي. بركان وسليمان بن سلامة بالرويشد الجهني على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع صوغان سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن ننديلة، والمركز الخامس مبلش سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري. وأختم النداء مع انطلاقي صيحان حمد بن سالم بن علي بن جهويلة النابت. خلاص خلاص، عودة إلى المركز الأول، جاء إلى المركز الأول براك، براك سالم بن عبد الله بن جار الله نابت المري. وتحرك النداوي، تحرك النداوي، انطلق النداوي، ولكن المركز الأول هذا الشعار الجميل، ينطلق بالمركز الأول، ينطلق براك. دونوا وسجلوا براك فائزا في هذا الشوط الثامن ضمن أشواطنا الخاصة باللقاية. تهانينا والناموس لمالك براك سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري. تهانينا والناموس، انتزاعه ناموس الشوط المركز الثاني رقم 29 اللي بالمركز الثاني النداوي صالح بن حمد بن صالح بن حمد بن حول المري المركز الثالث. يصل شعار بن رويشد، وهنا بركان سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني المركز الرابع، مصيحان حمد بن سالم بن علي بن جهويل آل نابت المركز الخامس. المركز الخامس، المركز الخامس الباز راشد بن حمد بن متعب المنخس المري. أيها الأخوة المتابعون، انتهى هذا الشوط وفاز معنا في هذا الشوط براك. 6 دقائق 9 ثواني، 50 جزءاً من الثانية، هذا هو براك سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري. تهانينا والناموس، هذا اللي فاز بالمركز الثاني. شوف الرقم 29 يا مخرجنا، رقم 29، 6 دقائق و10 ثواني، 47 جزء من الثانية، هذا هو النداوي لصالح بن حمد بن صالح بن حمد بالحول. ثانينا والناموس، وهذا شعار بن رويشد يصل بالمركز الثالث. 6 دقائق 13 ثانية، 2 جزء من الثانية، صاحب المركز الثالث بركان لسليمان بن سلامة بن سليمان الجهني. انتهى هذا الشوط.